رجعنا من جديد في سبوتي ميكس، الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم باش نحكيو فيه على التحكيم. كنا نظنوا بعد ما عودت البطوله الاسبوع نهايه الاسبوع الماضي ان الازمه تعديناها في قطاع التحكيم، خاصه بين بعض الاجتماع بين المجموعه من الحكام والصادق المرادي وزير الشباب والرياضه، ويتم بعد ورشه وعود من اجل حل الازمه. لان تفاجئنا البارح بيان جديد لحكام كره القدم بخصوص تطورات جديده، باش ناخذ اكثر تفاصيل عليها من عند الحكم وليد الهذلي. وليد اهلا بك. صباحير خويا سلام، وصباحير بالاخوه اللي معك. صباح النور، شكرا لك وليد. دونك شنو اللي صار؟ والله خويا سلام اللي صار معناها وقعت نحن معناها تم صدمه كبيره من الحكام الشبان، تعرضوا لها البارح. تعرف لي عندهم اكثر من عامين ما همش خالصين وهم يستنوا في خلاصهم. الحكام هادو يعني تلامذه وطلبه، يعني مصروفهم ياخذوا فيهم من عند والديهم. الحكام هذو معناها يعملوا في غرامهم، يعملوا في الحاجه اللي يحبوها، رغم ذلك معناها يصرفوا من جيوبهم. نحن الممثلين معناها اللي اجتمعنا مع السيد الوزير، معناها كان اتفاق على باش يكون حكام الشبان معناها كامل مستحقاته بنسبة 100%. اللي قداش تملى وليد مستحقات حكام الشبان؟ بنسبة معناها مليار وحاجة، معناها مليار و100 مليار و200 حكام الشبان برك هذوما، خاطر بحكم عندهم أكثر من عامين ما همش خالصين. وتفهمنا زاد على حكام النخبة باش يكونوا جدول نتاعهم على التقسيط، هذا مش مشكلة. طيب احنا موضوعنا الحكام الشبان. الحقيقة نهار اثنين سمعنا اني وقعت تنزيل مستحقات الشبان، استبشرنا خير ومرعنا انه البارح حكام مشاو للرابطات متاعهم، حابوا يشوفوا كل حكم قديش عنده معناها. يجيوا يشوفوا معناها صدمة اخرى ما بين 50 و80 دينار معناها، واربعين 30 دينار كل حكم. فما هي شيكات، فما شيكات ب30 دينار هكا. هما تويكا في الرابطات الفلوس على اساس اليوم وغدوه معناها باش يسلموا لهم الشيكات نتاعهم. فهمت يعني الفلوس هذو معناها ما يجيوش حط حق التنقل للتدريب معناها. فهمتش الفلوس هذوما شنو هو المفروض كل حكم قداش عنده حسب التقريب هكا؟ اقل حكم معناها اقل حكم مش تلقى عندو في مليون ونص زملاء، مليون و800 ماك تعرف انت عندو مكتب من عامين مش خالصين يلقى 30 دينار بيان سي. وتعرف انت حكم معناها في لي جون ب 15 و 12000 و 20000، فهمت؟ شوف انت قداش من الماتش عنده معناها وقداش من حكم. مهزله معناها هذه اللي صارت معناها، فهمتش معناها. هل حكاوا معاكم؟ هل فسروا لكم شنو اللي صار؟ والله حسب ما سمعنا نحن طريق اللي غدوة تم اجتماع مع سي كمال يدير. كمال يدير مش يعني في تونس، ما عرفش يروح غدوة معناها. ما قالوا اليوم يروح غدوة باش يجتمع بالحكام ممثلين على الحكام وباش نشوفوا معناها الحكاية هذه شنية معناها، فهمتش معناها. سينو شنو الخطوات نجموا تاخذوهم في الايام الجاي؟ والله عظوا الاجتماع غدويك باش نعرفوا معناها شنو الخطوات الجاي. نحن غدوا باش نقعدوا مع الاداره، باش نقعدوا مع سي كمال، مع سي مراد الدعمي، وباش نشوف. وانا بربي من المنبر هذا نحب نوجه نداء لسي مراد الدعمي. تفضل. سي مراد نحن نحب نقول لك نحن الحكام الشبان انا عندنا فيك الثقه، وكما قلت انت خرجت في البلاتوات الاذاعات نحن اولادك ونحن زملائك، هل ترضى انت اولادك معناها يتهانوا بالطريقه هذه؟ معناها هل ترضى انت اولادك كما قلت انت الحكام الشبان ما عندوش معناتها باش يتنقل نقول على نهار لحد في الويكاند هذا ماتشوات الشبان ما عندوش باش يتنقل؟ معناها هل ترضى انت كمدير اداره ولي نحن الحكام نحبوك وعندنا فيك الثقه، ما عندناش مشكله مع حتى شخص من الاداره ولا من الاعضاء الجدد، نحبوا معناها نشوف نحبوك انت تاخذ موقف. وهو سي سلام خرج معناها سي مراد الدعمي في التلفزه الجمعه اللي فاتت قال في غضون معناها 8 أيام 9 أيام، وهذا التسجيل موجود يعني، راهو تم 900 مليون تم 900 مليون باش يصبوا للحكام. صبوا كان 100 صبوا كان 100 ولا 90 مليون معناها هذو معناها هذو هما اللي صبوا معناها. باهي بلال تحب تعلق؟ باهي بلال 30 دينار هذا ما يجيش حق التاكسي باش يمشي يجيب بها الشيك. صحيح، لا هو المبلغ ما تفقى لك هو 30 80 40، لكن فما شويه خلط في الارقام. راهو انا نتبع شويه الارقام وقت اللي نقولوا انه فما مليار ونص للشبان ديون، نقولوا راهو كل حكم على الاقل عنده منهم مليون ونص مليون كذا، معناها 10%
تصبت معناتها اللي المبلغ اللي خذاوه. الورك هو يقول لك 30 و80 بالنسبه لل 100 مليون اللي تصبت ما تقابلش بعضها راه ما تمش مقابله معناها 100 مليون ما تقابلش نورمالمون. هو تقديريه معناها تقديرية. فما شكون مليون فما شكون 500 فما شكون 600 700 كل حاجه فما كيفاش. نتصور فما شكون خذا اكثر من 100 دينار باش تكون 100 مليون معناها ما تجيش سينو لو رابور ما يستقيمش ما يقابلش. الصحيح هو انه انا بالنسبه لي المشكله هذه نتاع الحكام والازمه اللي صايره مع الهيئة التسييرية كما كنت نحكي لك أول الحصة هذا التمرد هذا متاع الحكام السبب متاعه هو الهيئة التسييرية وجود هيئة تسييرية مش هيئة تسييرية في أشخاصها هما كفاءات نفس موضوع المنتخب هو لأنه أنت اليوم جيت للحكام هذوما قلت لهم عندكم فرصة لأنه أنا من عرش السيد الحكم اللي يتكلم توا قال مهزلة للهيكل مثل الهيكل المشرف عليك معناها باللي باش يكون معناها حتى لو كان ينجم يكونوا عنده 100 مليون صبهم ينجم يكون غلط ينجم يكون شوية لكن وإنك تنعت الهيكل اللي أنت مخرط فيه بمهزلة والمشرفين عليه بمهزلة ما كانش ينجم يعملها في وقت قريب وما في دونك مدام عملها اليوم سك هو اخذ ضمانات نتاع التمرد لانه يعرف انه سي كامل يدير معناها انت عندك وصف اخر المبلغ 30 دينار لا انت قبيله ما قبلتهاش في موضوع اخر فهمت ما قبلتهاش الكلمه انا لا. انا في هيكل الكلمه ما قبلتهاش مهذش كيف كيف نفسها نفسها نفس وشو الفرق بين المهزله والتهريش شو مهذش ما تقاش الراجل الكبير في سن مختلف انا ننصحه كاخوه الكبير وانهم يختاروا العبارات نتاعهم في التعامل مع راه مش خاطر قاعد مع الوزير بليل ماهوش يوصف في شخصه يوصف في حادثه في اللي صار الحادثه ما عملها شخص يا اخي الحادثه عملها شخص هذه ما فما مسؤول مالي في الجامعة عمل التحويل هذا ما نقولوش مازل وي وليد ربي نحب نعقب على كلام أخوي بليل نحن لنا كي قلنا مهزلة ما قلناش على الأشخاص ما عندناش مشكلة مع حتى شخص لا في كمال ولا في مرض الدعم نحن قلنا اللي صار معناه هذه معناه عيب كبير معناه كانت حكم نق شبان تقع عندك 50 دينار و 80 دينار هذه أنا نقصي مهزلة في هذه يعني ما عندي مش في الأشخاص معناه على قدر احنا ما نعرفوش الوظائف السيد الحكم احنا ما نشخصوش في بلا دقيقه باش نقص عليك نعطيك بالارقام هذه صار الفيرمون معناها اورد ديفيرمون الورقه ربيت التونس فيها اكثر من 400 حكم شاب يصبوا لها 37 مليون وتعرف انت ربيت التونس هي اكبر رابطه جمهورية كل لازم عملية حسابية لازم عملية ليه احسب بدي 90 دينار هاي هاليوم معنا انت حكم حكم عامين ونص يستنى بش يجي يصبوله فلوس يلقى 90 دينار ليه مش معقول ربيت القروين ربيت القروين دقيقة سيبيلات ربيت القروين صبوله مليون و700 اللي فيها اكثر من 50 و60 حكم شاب احسبه ومن تهيده مليون و700 على 85 دينار 85 دينار هل يعقل هل يعقل انت اخزر شوف انا راني من انا حكم يمشي لبوه يقول له ها صبوا لي فلوس انا قلت لك معقول وانه المبلغ ماهوش محترم ماذا احنا كبدينا قلت لك المبلغ راه نتاع 30 دينار ماهوش مبلغ محترم معاك لكن احنا اولا الساعة عندكم جلسه غدوه مع رئيس الهيئه التسييريه نجموا تفهموا منه ايش فما في خزائن النادي راهو على قدري كساي مد رجلي خزائن الجامعه لانه انت غدوه يمكن ما نعرفوش احنا الوضعيه ما بالكش يوم اللي كنت تاع الجامعه حسب ما نعرف انا وحسب ما سمعت انه اللي كنت في الروج ما توعدش اللي كنت في الروج ما توعدش هو ما وعدوش بالخلاص الكلي ظهر لي هم وعدوكم بالخلاص الكلي هم وعدوكم بالخلاص الشبان خلاص الكلي حكينا مع السيد الوزير فهمنا الحكام الشبان اولويه قصوى لا متفاهمين حكام النخبة يتتم جدول متاعها اما حكام الشبان فهمنا اللي بشقة خلاص متاعهم 100% لان انتم عندكم اللي ديبلاسمون بيان سير لا والمشكل هو انا ديما نقول راهو انتم نهار اللي عملتوا انجاجمون نهار اللي عملتوا انجاجمون في الاربيتراج عملتوا انجاجمون كهوات معناها انتم توا قاعدين تطالبوا بمنحه نتاع التنقل نتاعكم ما كنتش تطالبوا بفلوس نتاع خلاص ولا نتاع كذا متفاهمين معناها فهمت حتى منحه التنقل انت نتاعك كل جمعه تصرف لا ما معقول ما لكن انا قلت وانه معناها بما انكم عندكم جلسه مع المكتب الجامعي المؤقت استناوا تفهموا من المكتب الجامعي قبل ما تقولنا غدوة ان شاء الله باش نقعد ونحن انا مدين يدينا للصلح ونحن انا ما نحبوش حتى مشكله مع نحن رود سبور رانا ونعرف الوضع العام كل نعرفوه يعني معناها ذاك باش اعطيك لكن فقط ضحكني تعليق على فيسبوك يقول لي ماريو هكا اسمه يقول لي تبرب فاش تحكي حكم الراجل جاب ميدالية ذهبية عطاهم 100 دينار تفضل ذكري
خلها. يا وليد صباح الخير. باخير بالله تصنتني للاخر باش نعطيك باش نجي معاك على طول باش نجي ضدك في حاجه معاك على طول اللي هو الحكام الشبان. انا عشت معاه مع مناول كنت كمواطن عام في جمعيه مقرين وريتهم كيف يجيونا وما يجيوش ساعات الادفيرسير يجي وترونسبور وما يقدروش باش يجي ويجي ما غير لي زاسيستون ولا وليات تكبش فيهم ومعاش يخليوه يزفر وساعات زوز مباريات ويعمر في دو ماتش. هذا معاك على طول وانا معاكم باش يخلصوا على دير مليم وكلزن نزيدهم بونوس بتاع عام جاي لانه هما البازه بتاع التحكيم اللي نستناو فيهم. بالنسبه لكم انتم ريت سي وليد وقت اللي خرجت وتكلمت وكل واحد من شيره اللي عملته نطق رسمي اللي عملته عاد شيء وكل مره واحد يخرج من شيره يتكلم حتى نحن كخرجنا تكلمنا كل واحد نفس التوجه. سي وليد خليني نكمل فقط وليد وليد خليني نكمل وبعد نطق انا سبقت لك بسرعه لخص بسرعه وانا اسمع كيما المساج فوكال فيسبوك ينزل واحد ويرد في الدو خليني نكمل لك عايش خويا وليد. انا كنت ضدكم في حاجه واحده هذا المستحقات ساعه وانا حكيت فيه هذا ما انا ما فهميش بطاقه تعريف حكم هذا هوايه نتاعكم كيما نعرفوا ساعات واحد يخدم في عواده ويخدم في اداره معناتها يعاون في روحه باه ومن حقكم باش ياخذوه وكما قالك بلال وقت التالي خلينا نقولها وقت وديع ما يتجرى حتى عاد باش يخرج ساعة تخرج تو في راديو يمكن حتى تنين تاع التصوير. كي خرجت وانا حبيتكم تخرجوا منظمين تو انت كي خرجت ومشيتوا للوزير اللي بالذكاء نورمالمون تصحصح على الاتفاقيه معناتها باللي عملتوا الكومه ترجعوا لما تاخذوا فلوس هاي سيدي هاكم حصلت وصبوا لكم ورجعتوا تزفروا باش تعاودوا توقفوا وذاك كي يقعدك وزير راهو دولة وعدتك. لا دقيقه احنا ما نعرفوش كيما قال لك بلال الكواليس فما غدوه بعد غدوه. اثنين خويا كان انتم تعملوا اجتماعات انا واحد من الناس كي جيت مسؤول ما عملش معكم اجتماع غدوه خرجت في الراديو حكيت الدنيا كله وتعدي في مساج لسي مراد عديت له مساج غدوه في بيرو تجي تحكي في الراديو انا كمسؤول نقول لك تو نرجع لك في الراديو ونعملوا اجتماعنا بعد سيسلي وانت عاود ارجع لي ما انت شفت الفوضى اللي صارت خويا خلينا نكمل لكم باش تسكت خرجت بيا بالموضوع جمله لا 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 ما خرجتش بيك ما خرجتش بيك ما خرجتش بيك خلاص خويا اللي يجاوب وراس خويا وراس خويا صغير لا خرجتش بيك بالموضوع انا حبيت نتمنى يخرج اربيتر برك يتكلم ما نسمع سي نعيم حسني اللي انا كنت نتفرج فيه منبهر به باش يخرج لي في بلاتو يقول لي سمعت السماعات اللي في وذنينا انت انا شاك في الاربيتر من نصري كم واحد حكينا فيها هذيك تعدينا هذيك السينما نعمل فيها ليه حبيت نحكي اللي وصلوا له توا كل واحد خارج يتكلم وحده خويا كيما هيئه تسييريه عندها مسؤول يتكلم عليها تخرج مثلا ماذا بين نسمع سي وليد في البلاتو الكل بس ماش واحد اخر في راديو تفضل وليد اول في النقطة هذه يا اخويا ذاك نحن رانا ممثلين من رابطة من كل رابطة عنا حكم نتكلم عليها يثب عليه على سوسة ويسام عمارة على صفاقس نحن من تونس معناها مش ما واحد يتكلم على الكل يا اخي عنا 16 دولة في دولة هذا ده باش يوصل ما واحد باش يوصل هاك وصلت بارك الله عندك 12 رابطة انت 12 رابطة عندك واضح باهي احمد عندك تعليق والله انا تعليقي قلت موقفي قلت من قبل على القضيه إيه انت ما اللي فات قلت ما كرهمش يقربوا اليوم باهي لحظه خلينا نكمل سؤال اليوم هاو رجعوا سيدي زفر ما خذوش فلوسه لحظه بالله ذاك اليوم هاو رجعوا زفر ما خذوش فلوسه هي اسلام يا اخي سياسه المرور بقوه ولي الذراع هذه باش تجيب الحكام حقوقهم ما تجيب لهمش انا الكاسه فاسه ما فماش فلوس تو انا علاش تقعد فيك انت ما عندكش المشكل كان وعدتك وعدتك اصبر معايا شويه وعدتك لا وعدتني تلتزم وعدتني تلتزم هم وعدوهم بربي سلم سامحني هم وعدوهم بالخلاص التام الحكام الشبان مش الكل التسييريه الوزاره كي قاعدوا معاهم الوزاره هو تو قاعد يحكي عليها على الجامعه راهو مش قاعد يحكي على الوزاره هو تو قاعد يحكي على الجامعه شكون اللي وقف حنا النقطه هذه ما قاعدوا الوزاره والجامعه لا لا شعلينا في شكون قاعدوا انتم شكون وعدكم بالخلاص الوزاره وعدوهم الوزاره وعدوهم الوزاره وحتى هبطت على الباج نتاع الفيدراسيون معناها الفيدراسيون هبطت اللي هي باش تلتزم بالخلاص بالخلاص الحكام الشبان هذه حتى الباج الوزاره هبطت لا لا ما نذكرش انا ريت في الباج نتاع الجامعه التزم بالخلاص هي سي سي سامبل هل معناتها التدخلات هذه كل واحد يتدخل من جهه هل التدخلات هذه كل واحد يتدخل من جهه معناتها بتجيب الحكام حقوقهم لا لا ما تجيبش بالعكس بالعكس انت يا سيدي علاش التجأت للاعلام عندك القنوات الرسميه كان احنا سكتنا وما خذيناش حقنا وريد وراس خويا ريت الطريقه ذي وانا ما اجيب لكم حقكم ما اجيب لكم حقكم تتجه الاعلام باش تضغط على شكون كتفوا ايدينا يعني لا لا مش كتفوا ايديكم ما يسالش ما ناس قاعدين معنا في وسيله الضغط خذوا طالب ما يسالش دقيقه بجرب دقيقه نحن رانا ماهيش قاعدين نعمل في وسيله الضغط على حد رانا بالعكس نحن رانا ولاد الجامعه
ولاد الوزارة ولاد السبور نحن من الوي وش لعصاها نحن نعطيك فكرة وليد قبل الفكرة على تساؤل بلال طاو في الباجم أوفيسيال نتاع الجامعة رجعت شوية لوجت نهار عندها خمسة أيام هذا وتصدر الإشارة إلى أن الجامعة التونسية لكرة القدم قد شرعت في تنفيذ بعض النقاط الواردة في طلبات الحكام مثل توفير المستحقات المالية قبل موفى شهر أكتوبر الحالي وتمتيحهم بلوازم رياضية. ما قالتش قديش المبلغ وقال لك بداية فيه توفير المستحقات المالية المفروض بليل قلت تعطينا شنو وصل في الاجتماع أنا قلت لك نحن اجتمعنا في الاجتماع سيوليد سيوليد أنا عايت لك سيوليد ماذا بين احترموا بعضنا كما احترم كما احترم منيش بليل أنا ما نعرفش ايه كما احترم أنا عايت لك سيوليد أنا عايت لك سيوليد أكبر منك سن عايت لي كما عايت لك سيوليد لي أنا بالنسبة لي أنا بارك الله فيك بالنسبة لي أنا أنت مشيت للوزارة عملت اجتماع مع الوزارة القنوات الرسمية استعملتهم الجامعة ما حبتش تقبلك قاتك مش نقبلك بعد الوزارة هبطت بلاغ الجامعة قالت مش نخلص جزء ولا كيفاش مش نتفاهموا عليه الجزء هذا شنو قعدتوا مع وزارة الشباب والرياضة وش تقعدوا مع الجامعة هالإعلام الخروج الإعلامي في الوقت هذا بالذات الواش جاوبني أنا نحب نعرف السؤال هذا بالذات أنا حسب رأيي أنا انا هذا وجهة النظر متاعي وما فيهاش خلفية أرى. انا وجهة النظر متاعي انه هذا مساندة لخروج اللجنة التحكيم اللي سبقت لا لا لا, 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 لا مش صحيح خويا بلال الموضوع هذا حكينا فيه ألف مرة لو هذا مش لا انا وياك ما نعرفكش انا حكيت معك توا ألف مرة كنت تحكي انت وحدك انت عارفه في الدنيا الدنيا غيرها تعرفه قلت ألف مرة انت ما فهمي هذا انا ذي اول مرة لا احكينا ليه احكينا في الاعلام والناس الكل على الموضوع هذا ما عندناش فيه دخل معنا هما خرجوا ربي علاش الوقت هذا بالذات وليد علاش توا علاش مش في وقت السيد وديع الجري علاش انتم عندكم عامين ونص لا عندكم ايه عندكم متخلدين تاع ثلاث سنين ولا عامين ونص علاش توا اسمعني 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 ربي يفضل فضل. نحن رانا عملنا شارع حمراء نحن رانا طالبنا بالحقوق هذم الكل من قبل عنا أكثر من عام وكلها وعود وعود جيس الناجي وقعد معانا أول اجتماع قال رو أول حاجة هي المستحقات الحكام قعدنا جيم بعد سي كامير يدير في أول اجتماع ليه على تطبيق الزوم مع حكام قال لنا في غضون أسبوعين وقت الجرنة وقت شامبيونات ما اسمه تعبتش قال في غضون اسبوعين راني بحسبوكم خلاص نتاعكم هذا هذا الواقع انا راني مانيش قاعدين نعمل في وسيله الضغط مانيش قاعد نحن كيما شفنا البارح معناه حكام ونزيدك حاجه يا خويا بليل راه نحن قعدنا في حشمه كبيره مع حكام الشبين راك ما تصورش البارح كميه الميساجات على الواتساب ومكامل جابته لي نحن اعطينا فيكم الثقه باش تكلموا شفت شويه حتى في بعض الجروبات تاع الحكام ما سمعناكش انت تعرف في الموضوع في احراج قعدنا في احراج مع حكام الشبان معناها واضح عندك راي تعرف في الموضوع انا حسب رايي انا ما تبدل حتى شيء جريف علاش قرفوا علاش رجعوا علاش مش يعاودوا يرجعوا دونك مادام ما تبدل حتى شيء دونك حسب رايي انا معناتها الحقيقة شنو شنو نقولك معناتها شنو اللي اعطيني شنو اللي تبدل من الاول لتو وليد خويا وليد وليد خلينا مثال بسرعة نكمل معاك احنا اللي في البلاتو بسرعة عندي وقت باش نعطي حل باش نعطي الحل تونس كما تسمع فيه احنا اللي في البلاتو مثالش عندنا اكثر خبرة منكم انا دقيقة بالك دقيقة يا وليد 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 بالله لحظة يا وليد سي احمد الصالحي وقول له انت هترضى ولدك ولا اخوك الصغير ولا اللي هو يمشي يظفر حكم شاب ما عندوش فلوس خاطره من قبيله يضحك وتحسوا يستهزئ بينا معناه لا لا انا ودي نعطيه الفلوس لا لا نعطيه الفلوس خاطر يحب يمارس هوايته وانا نزيدو من جيبي ما نخليش يطمع انت تمارس في هوايتك هوايته مارسها وسن يدفع فلوس مش يستحق كلمه مزروع بعد كلمه برك وليد خويا أبش أعطيك أنا ننصحك ما عادش تخرجوا زفروا على رواحكم مثلا البسوا الشارع حمرة تو من جديد صحيح. وقولوا راو لوفان فيفري أنا في يدكم شهرين راي تونس كاملة جي معاكم رانا لوفان فيفري زفارة باش نطيشوها واضح واضح وانتو ما استنيتوا استنيتوا ويزيوا من الكلام في الراديو وليد تفضل آخر كلمة معاك أنت ياه ربي الخويا بيلي نقول له ما تغشش مني سامحني كان قال لا بالعكس لا 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 خويا مرحبا يا سي وليد ومرحبا بك وربي يبارك ويرحم بوك عشت الحكم يعطيك الصحه شكرا لك وليد الهبل على تدخلك معنا هيك نكملوا حصتنا اليوم في سبام اكس ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت اجمل تحيات اسلام المدبه